تشوه الأجنة مرض نادر علاجه، لكن مع العلم الحديث تم اكتشاف علاج له. لذلك أقيم في إحدى النوادي ندوة طبية لعلاج مرض تشوه الأجنة بحضور دكتور وائل البنا أخصائي النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. موضوع الندوة كالآتي، احنا دلوقتي يعني الفترة اللي فاتت لقينا حاجتين. لقينا ان المجتمع العربي كله في نسب سرطانية او حاجات بتشوه الأجنة بشكل كبير، وده خصوصا مثلا اتوجد في العراق. وفي العراق كان لما كان في قصف لقنابل فيها حاجات بتشوه الأجنة، بدأ يحصل ان الأجنة اللي طالعة في المنطقة ديت فيها نسبة كبيرة جدا من التشوهات. وحاليا بالدراسات الحديثة بقينا بنشخص العيوب الخلقية للأجنة في الشهر الثالث، من أول الشهر الثالث من الحمل نقدر نقول كده، وأحيانا كمان قبل كده نحن نقدر نعرف إن في بيبي مشوه ولا لأ. وحاليا باستخدام تكنولوجيا عالية جدا منظار 3 ملي بندخل نعمل عملية للجنين جوه بطن أمه. ولا شك طبعا ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه عمرها ما هتيجي الا مع بيشن او مريض يكون مثقف، فكل واحد فينا لازم يبقى عنده قدره من استبصار الامراض اللي ممكن تنتاب جسمه بين الحين والاخر. احنا للاسف حتى الان في مصر تيجي تقولي كانسر يقول لك يا عم افتكرنا النبي او الشر بره وبعيد. هي مش الشر بره وبعيد، هي مجموعه من الامراض ممكن تيجي الانسان في اي وقت، ولا سيما حتى كلمه كانسر دي جايه من كلمه لاتينيه يزحف ببطء، فتلاقيه عامل زي العدو بيزحف ببطء، بيبقى فيه تكاثر غير سليم وعشوائي للخلايا بتاعت الجسم، دي ممكن تؤدي الى السرطان في جسم الانسان، على راسها سرطان المبايض وسرطان الرحم اللي هو موجود عند المراه. فانا حتى بقول لكل مراه بتسمعنا انت ما تقلقيش، يعني ده ممكن يعني تكون حتى في بعض الخلايا السرطانيه ممكن تنشق ولكن بتكون بسيطه جدا وممكن ما تعملكيش مشاكل. يبقى اذا المطلوب زي ما احنا سمعنا في الندوه بتاعه النهارده، يبقى عندنا نوع من الريليشن او التفكير العقلاني، ونبتدي نعمل فحص مبكر، نبتدي نعمل مجسات، نبتدي نستكشف بين الحين والاخر. ولا سيما ان المراه بعد سن ال40، بقول لكل مراه بتسمعنا لازم تعمل فحص مبكر بعد سن ال40 كل 6 شهور على الاقل. دارت الندوة عن الأسباب التي تؤدي إلى تشوهات الأجنة واكتشاف أحدث طرق العلاج لها، كما ناقشت الندوة أيضا سرطان عنق الرحم لدى المرأة وكيفية علاجه.